النهاردة النار أكلت جزء جديد من تاريخ مصر. في الفجر اندلع حريق كبير في سينما ريفولي في منطقة وسط البلد أو القاهرة الخديوية، أسفر عن حرق صالة العرض بالكامل والدور العلوي للسينما. سينما ريفولي دي يا جماعة كانت من أهم المعالم الثقافية في القاهرة الحديثة، تم افتتاحها سنة 1950، شهدت حفلات لأهم نجوم مصر من أم كلثوم لعبد الحليم لغيرهم، ومع الزمن بدأ الإهمال يوصل لها طبعا، لحد ما تم إغلاقها خالص سنة 2013. وكتير من الناس ربطوا اللي حصل النهاردة بخسائر تانية للمنشآت التاريخية الثقافية في مصر، زي ما شفنا اللي حصل مع سينما فاتن حمامة في المانيال. بينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف آدم ياسين، الناقد والكاتب الصحفي. أهلا بيك معايا آدم، واشرح لنا واشرح للسادة أهلا المشاهدين. بيك يا أستاذ سلمى. أهلا يا آدم. ليه سينما ريفولي فعلا مهمة وجزء كبير من تاريخ الثقافة والفن في مصر؟ عموما هي في كتير قوي من السينمات، يعني في فترة من الفترات احنا بنتكلم في تاريخ ممتد للسينما، اتفتحت عام 1948، يعني بنتكلم قبل ثورة يوليو. فبنتكلم على سينما غنت فيها أم كلثوم، غنى فيها فريد الأطرش، غنى عبد الحليم حافظ، نجاة الصغيرة، كانت بتقام فيها حفلات كتير. بنتكلم على مكان استراتيجي جدا قدام دار القضاء العالي في منطقة ازعم انها المفروض انها قيل مرارا وتكرارا انها هتجدد وان وسط البلد هتحتفظ بروحها القديمه، بس هو السينمات عموما في مصر بتاعت وسط البلد هي سينمات متداعيه بقالها فتره كبيره. عندنا مثلا سينما اولمبيا اللي في العتبه، اللي هي المفروض اقدم سينما في القاهره، تقريبا ترجع تاريخها ل 100 سنه، يعني احنا بنتكلم على سينما افتتحت في اوائل العشرينات تقريبا، قرابه ال 100 سنه، حاطين عليها لافته التجديد بقالهم فتره كبيره جدا. سينما اولمبيا دي المكان ده كان مسرح سلامه حجازي. عندك سينما قصر النيل الشهيره اللي غنت عليها ام كلثوم، دي سينما بيعت للمنتج محمد فوزي واللي اغلقها واللي الفيران بتسرح فيها بقى لها فتره كبيره. فالموضوع هنا لغز، يعني منطقيا الاماكن دي لو تم تجديدها باحتفاظها بروحها القديمه زي المسارح اللي في انجلترا القديمه او زي السينمات يعني بره، ما اظنش ان اي مكان تاريخي مر عليه 70 80 سنه وكان مركز اشعاع فني ان هو يعامل بمثل هذا الاهمال، يوصل ان هو يغلق او يحترق او يتداعى او يهدم. فيعني طبعا لما السينما ريفولي باهميتها التاريخيه الكبيره دي، الافلام اللي عرضت فيها والفنانين الكبار اللي جم غنوا على مسرح ريفولي، مسرح ريفولي نفسه كانت عرضت عليه مسرحيات كثيره، ما خانتنيش الذاكره شارع محمد علي كانت اتعرضت فتره على مسرح ريفولي، هي مسرحيه مشهوره قوي مصريه يعني. فاحنا هنا بنتكلم على اماكن كانت مركز اشعاع فني واشعاع ثقافي، يعني ممكن الاماكن دي بتجديدها وعمل جزء منها متحف او صور قديمه منها انها تجتذب ناس، لانها لازال وسط البلد في القاهره قادر على اجتذاب رواد سينما. فليه الاماكن دي تغلق وتترك كده للاهمال لغايه ما تنهار تماما او تحترق؟ ما هو ده برضه سر يا ادم، يعني ليه مكان مهم زي كده فعلا نصحى في يوم من الليله نلاقيه كله ولع ووقع وخلاص وانتهى؟ ليه يعني؟ احنا شفنا شركه الاسماعيليه مثلا قامت بتجديد مسرح راديو اللي عرض عليه باسم يوسف وعرضت عليه حاجات كتير جدا، يمسكوا سينما راديو وجددوها. طب لماذا ما فيش شركات تانية مثلا يبقى فيه تحزو حزو موضوع تستفيد من وسط البلد هتظل باستمرار موقع لتدفق ناس كتير جدا، وهيضمن اي مشروع هيقام في وسط البلد في القاهره وسط البلد المزدحمه هيضمن دخول ناس عليه؟ طبعا مع ان المفروض الدوله تتدخل للحفاظ على القيمه، لان الاماكن دي مش بس هي مجرد سينما او مسرح قديم. يعني مسرح قصر النيل لو حضرتك مريتي في شارع قصر النيل حاجه سيئه جدا، يعني مسرح متروك لمنتج قطاع خاص اغلقه تماما بقاله اكتر من 10 سنين، اقام فيه حفله من كام سنه كده ثم اغلقه. ده مسرح تاريخي، ام كلثوم لها يعني لها كثير وكثير من الاغاني اللي اول مره غنتها على مسرح قصر النيل، غير طبعا المسرحيات الكوميديه والغنائيه اللي عرضت على المسرح ده. فدي اماكن مغلقه
ما تفهميش، هل هي مغلقة في انتظار مستثمر يجي يا يهدها يا يعيد ترميمها من ما هو جديد؟ الناس قالت يعني كده يعني يا ادم، الناس قالت سينما ريفلي في موقع متميز جدا زي ما انت ما شرحت، في وسط البلد جنب دار القضاء، في حاجه يعني ممكن تتعمل منها استثمار فخم ضخم. فالناس بتقول يمكن ده اشاره على ان اللي حصل ده ممكن يكون بفعل فاعل. وارد جدا انها تترك، انها تتهالك زي حصل في سينمات كتير. يعني انا فاكر مجله اليوم السابع اللي اغلقت في بدايه الالفينات كده، كانت اتكلمت على السينمات المصريه، واحنا لسه برضو الناس لسه ما فاقتش على خبر هدم سينما فاتن حمامه اللي في المانيال، وهي سينما برضو ليها تاريخ، صحيح مش تاريخ بحجم ريفولي، بس يعني شوف الناس انزعجت، شوف الناس انزعجت من هدم سينما فاتح حمام، فما بالك بسينما ريفولي او سينما مترو مثلا. سينما مترو اللي هي كانت سينما فترات في واحد زي فرانك سيناترا مثلا، المغني الامريكاني المشهور ده، جه غنى في سينما مترو، برضه السينما دي برضه فيها شيء من الاهمال. فهل برضه يعني احنا بنتكلم على هنا على هدر القيمه وفتح الباب لاي مستثمر، شوف انت عايز ايه واحنا هنعمل لك اللي انت عايزه. والدوله دلوقتي اصبحت، كان زمان بتسيب الحاجات دي للاهمال، دلوقتي واضح ان في خطه، يعني واضح ان الموضوع تعدى الاهمال، يبقى في خطه، مع ان اي مكان قديم. يعني مثلا عايز اقول لك حاجه، سينما فاتح حمامه هدمت، ولكن سينما ريفولي في قرار بيعتبرها اثر، فاثر ممنوع انها تهدم، فلما تحترق لازم اي حد يشتم رائحه ترتبط بالحريق ده، مش مجرد رائحه حريق، لا في رائحه من ورا الموضوع. طب هل هي احترقت علشان يبقى في اجبار للدوله على انها تخلي هذا المكان لصالح بقى برج استثماري ضخم، ولا مول تجاري، ولا ما تعرفيش ايا كان المشروع، لان هي تعتبر مبنى ذات طبيعه تاريخيه ممنوع هدمه، يعني هي دخلت خلاص في اطار ان مبنى ذات طبيعه تاريخيه. فممكن طب يعني وهو عارفه مبنى مصر بلد صاحب ممكن الطبيعة فيها اي التاريخية ده حاجه. يا آدم، ليه ما بيتعملوش من جوه نظام أمن وسلامة عشان نبقى ضامنين إن هو ما يتحرقش وما يولعش؟ انت بتتكلمي على سينما كانت مغلقه من حوالي 4 5 سنين ما هو تقريبا، حتى لو يعني فتقنا من 4 5 سنين كانت هتفضل مغلقة العمر كله، هيبقى في النهاية ولعت. ما هو يعني اللي حصل في سينما ريفول ده ممكن يحصل في قصر النيل، كذلك مسرح قصر النيل ومسرح وسينما قصر النيل، هذا المكان الضخم الرائع جدا اللي انا دخلته كتير جدا، ده مكان برضه معرض للاهمال وما فيهوش امن صناعي زي ما تفضلتي حضرتك، ولا فيه اجهزه اطفاء ولا فيه كده، وممكن يحترق في اي وقت برضه. انت انا بتكلم على اهمال، احنا بنتكلم على، انا معلش هعود لكلمه مجله الفن السابع اللي اتكلمت عن اغلاق حوالي 80 سينما في مصر في بدايه الالفينات، منها سينمات تحولت اللي تحول لفرن عيش، وتحول لمجزر آلي، وتحول لسوبر ماركت. فانا رغم ان السينما هتظل جاذبه للناس، يعني السينما في مصر مهما كانت، لو احنا بنتكلم على سعر تذكره معقول لسينمات وسط البلد، فهي بتجتذب ناس كتير من القطاعات، الناس البسيطه والطبقه المتوسطه. فانما هم بيفكروا بمنطق المكسب اكتر، منطق المكسب، انا لو هدمت هذا المكان وعملت مكان تجاري كبير، او مثلا مكان او عماره سكنيه، اذا انا هكسب اكتر من ما اعمل سينما. هنا بقى لازم يبقى في دور الدوله، دور الدوله اللي هي لسه لازالت المفروض انها بتتدخل لما تعوز بتتدخل. طب لماذا لا تتدخل من اجل انقاذ وسط البلد في مصر؟ يعني وسط البلد في مصر دلوقتي في شركه قطاع خاص بتقوم بانقاذ بعض وترميم بعض العمارات، لماذا ترمم بعض الاماكن على حساب اماكن اخرى؟ يعني هي دي طبعا سوء رؤيه، احنا بنتكلم على سوء رؤيه، واحنا عندنا حاجه اسمها بين قوسين جهاز التنسيق الحضاري، انشئ في عهد وزير الثقافه فاروق حسني، كان معمود بيه ان هو يحافظ على الاماكن اللي ذات الطابع التاريخي، ويحافظ على ويبقى جهاز له، يعني له يد، يطلق يده في ان هو يحافظ على هويه او اثار او شكل مصر القديم. بس طبعا احنا كل ده بينتهي في برضه المكان اللي كان اسمه الكورسال في العتبه، برضه ده هدم حديثا برضه. فهو الموضوع متروك في الاخر للعشوائيه، اذا كان هناك من يدفع فلوس كتير فممكن ياخد اي مكان بدون بقى مراعاه ان هذا المكان له طابع اثري، له طابع تاريخي، له اهميه فنيه، له قيمه، الى اخر سبيل القوس مفتوح الى اخر الى اخر الكلام. ولكن في النهايه هي الموضوع يتعلق بسوء اداره، وان الموضوع اصبح تجاري بحت من الدوله. الدوله كمان دلوقتي بقت تاخد شكل المقاول، اللي هي من يدفع اكتر، يعني مقاولات، فهي مين اللي عايز يدفع، تعالى يا عم واشتري وشيل بالظبط كده.
شكرا آدم ياسين الناقد والكاتب الصحفي، كنت معنا من القاهرة، شرفتني يا أستاذ آدم. نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال نقاشنا عن الصحافة الورقية في مصر، تابعونا.